تحية طيبة لكم مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بعيدا عن السياسة. أعيد فتح المسجد الإبراهيمي وكنيسة المهدي بمدينتي الخليل وبيت لحم الفلسطينيتين أمام المصلين بعد إغلاق دام نحو 3 أشهر في إطار تخفيف إجراءات مكافحة كورونا. وأدى عشرات الفلسطينيين صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل القديمة جنوبي الضفة الغربية، هذا وأقيمت الصلاة 3 مرات متتالية للسماح لأعداد أخرى من المصلين بالدخول إلى المسجد وأداء الصلاة. عثر علماء الآثار في ألمانيا على هيكل عظمي كامل تقريباً لفيل عمره 300,000 سنة، ويبدو أن القدماء قد تلاعبوا بجثته. وأضاف العلماء أنهم اكتشفوا في هذا المكان أيضاً أثر أقدام قطيع يتألف من حيوانات كبيرة وصغيرة، حيث يبلغ قطر بعضها 60 سنتيمتراً. ويشير الخبراء إلى أن مناخ هذه المنطقة كان قبل 300,000 سنة مشابهاً للمناخ الحالي، ولكن حينها عاش فيها إضافة إلى الفيلة حوالي 20 نوعاً من الثدييات الكبيرة مثل الأسود والدببة ووحيد القرن والخيول البرية والغزلان وغيرها. تعاونت شركتان صينيتان لإنتاج سيارات كهربائية صغيرة وعصرية تعالج مشكلتي الازدحام واستهلاك الوقود أثناء التنقل في المدن، حيث تم إنتاج سيارات E300 الجديدة بهياكل صغيرة ما يسهل حركتها في الشوارع المزدحمة ويجعل من ركنها في الشوارع الضيقة أمراً سهلاً. وتأتي هذه المركبات بنموذجين مزودين بصف أو صفين من المقاعد المخصصة لراكبين أو 4 ركاب، والمميز في تصميمها هو الواجهات الزجاجية العريضة من جميع جهاتها والتي تمنح الركاب متعة خاصة أثناء التنقل. تستخدم اليابان فنادق لاستضافة المرضى الذين جاءت اختبارات فيروس كورونا لديهم إيجابية، لكن الأعراض أبسط مما يستدعي دخولهم إلى المستشفى. واستعان عدد من تلك الفنادق بالعاصمة طوكيو بإنسان آلي للمساعدة في تخفيف العبء عن طاقم التمريض، حيث يقف روبوت واسع العينين يضع على فمه كمامة في انتظار الزوار لتقديم التحية، ويبادر المرضى بقول أتمنى أن تشفى بأسرع ما يكون. هذا ووفرت اليابان أكثر من 10,000 غرفة فندقية في أنحاء البلاد لاستضافة المرضى من أصحاب الأعراض الخفيفة وفقاً لوزارة الصحة اليابانية. اختار زوجان تركيان بولاية إزمير وسيلة مبتكرة لجذب السياح من أجل قضاء العطل في أمان رغم فيروس كورونا، حيث قاما بوضع 7 كرفانات على شكل بيوت متنقلة ضمن أرض بمساحة 2000 متر مربع، وتبلغ مساحة البيت الواحد نحو 11 متراً مربعا، تمنح لنزلائها فرصة المبيت فيها لأيام وقضاء عطلتهم بين أحضان الطبيعة في إطلالة على البحر. وقال الزوجان إن الإقبال على حجز هذه البيوت المتنقلة ارتفع بشكل كبير مؤخراً مع بدء سماح السلطات التركية باستئناف أنشطة الفنادق. تمكن حلاق روسي من مدينة كوستوروما من كسر الرقم القياسي في مهنة الحلاقة عبر العمل المتواصل لمدة 48 ساعة دون توقف، ونجاح في حلاقة رؤوس 90 شخصاً. وذكر الحلاق فلاد ديمودوفيتش إن الرقم القياسي المسجل سابقاً كان العمل المتواصل فيه لمدة 36 ساعة، لكنه استطاع كسر هذا الرقم بالعمل لمدة 2 متواصلين. you
تشهد تركيا إقبالاً متزايداً على إنتاج سجادات الصلاة ذات الاستخدام الواحد، حيث يجري تصديرها إلى دول عديدة بسبب وباء كورونا. وفي مقدمة تلك البلدان دول الشرق الأوسط، وعلى رأسها السعودية والإمارات والعراق وقطر. ويبلغ طول السجادة نحو 115 سنتيمتراً وبعرض 60 سنتيمتراً، صممت بشكل يسهل طيها واصطحابها في الحقيبة أو السيارة. ولا ينحصر استخدام هذه السجادات في أيام الوباء فقط، بل يمكن استخدامها في النزهات أيضاً. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايلسات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. بإمكانيات متواضعة، تمكن الأربعيني الفلسطيني محمد الضبة من صناعة سيارة سباق تشبه كثيراً السيارات العالمية. هذه السيارة الجديدة التي يقودها الضبة على شاطئ بحر غزة، ويتابعه أعداد كبيرة من الفلسطينيين الموجودين على الشاطئ، تعمل بقوة 160 حصاناً، وتصل سرعتها إلى 260 كيلومتراً في الساعة. على رمال شاطئ بحر غزة تشد نظر الناس الحركات الالتفافية والسريعة التي يؤديها الأربعيني محمد الضبة بسيارة السباق التي صنعها بنفسه. ويستثمر الضبة ساعات الصباح الأولى، إذ يكون حضور المواطنين قليلاً فيها على الشاطئ، للقيام باختبارات لسيارته، ويجهزها لتنفيذ تدريبات واستعراضات، ولا سيما في ساعات المساء، إذ تتزايد أعداد الزائرين إلى البحر. هذه التجربة في تصنيع وتجميع السيارة كلفت نحو 8000 دولار، وقد تكون نادرة محلياً، لهذا ينجذب إليها الناس بصورة لافتة لكونهم متشوقين دائماً لكل جديد ومختلف. وينبه محمد ضبا إلى أن تصنيع هذه السيارة استغرق معه عاماً ونصف عام تقريباً، واحتاج بعدها وقتاً لتجريبها في أماكن متنوعة واختبار جودتها ومدى كفاءة أدائها على الرمال خصوصاً. وتعد هذه التجربة خطوة أولى يمكن البناء عليها مستقبلاً من أجل تطوير هذه الرياضة وإيجاد موطئ قدم لها في غزة. Oh!
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم سنتحدث عن فقدان الأسنان وكيفية تعويضها. كيف الإنسان يفقد سنه؟ يعني أكثر الناس يفقدون أسنانهم من وراء الإهمال. ثانيا تسوسات الأسنان العميقة. ثالثا بعض العلاجات الخاطئة التي يعني هي تكون بسبب دكتور الأسنان. أيضا المريض ممكن يفقد سنه. وآخر شيء وأكثر شيء بهاي الأيام اللي هي الحوادث. طبعا فقدان الأسنان يؤدي إلى مشاكل أخرى في الفم. إذا انخلع سن ممكن الأسنان الجانبية تميل أو تنفتح فراغات ما بين الأسنان. لهذا عند فقدان أي سن يجب مراجعة الطبيب ويجب أن نضع مكانه سن جديد. طبعا أكو أكثر من نوع لتعويض الأسنان. أكثر شيء يستخدم وهو أفضل شيء اللي هو زراعة الأسنان، تكون عن طريق برغي تيتانيوم ويدخل بدل الجذر مال السن اللي قبله، ووراها ورا 3-4 أشهر يجي فوقها سن زيركونيوم أو سيراميك، هذا حسب طلب المريض. طبعا ثاني شيء اللي هي الجسور، هناك جسور متحركة وهناك جسور ثابتة. طبعا الجسور المتحركة أكثر دكاترة الأسنان ما ينصحون بها، لأنه دائما تأثر على سن واحد أو سنين، وخلال سنين أنت راح تقعد تفقد سن، فيجب الابتعاد عن الأسنان المتحركة. الأسنان الثابتة اللي هي الجسور أيضا هي طريقة شائعة هنا يعني أو في جميع العالم، إنه الناس تسوي جسر إذا كان سن أو سنين. طبعا إذا أكثر من 3-4 سنون ما يصير تسوي جسر طويل، لأنه هذا راح يؤدي إلى انكسار هذا الجسر. بالنسبة للجسور الثابتة طبعا أكثر الناس هسه يحبذون إنه يسوون هاي الجسور، طبعا لأنه تكون أرخص من زراعة الأسنان، يعني مو كل واحد يقدر يزرع سن لأنه شوية هاي تكون غالية. بس أيضا تعويض الأسنان عن طريق الجسور الثابتة يقدر يحافظ على الأسنان الأخرى، طبعا لأنه أنت لما ينفقد سنك ما راح تقدر تأكل وتشرب زين، ومثل ما قلنا راح يأثر على الأسنان الأخرى. هذا أيضا حل من الحلول اللي إحنا نقدر نعوض به الأسنان المفقودة. وآخر شيء راح نحكي عن الأطقم. طبعا الأطقم لازم يكون ما عندك ولا سن، هاي بعد الأعمار 55 و60 سنة يكون ما عندهم ولا سن فيسوونهم أطقم. طبعا هاي الأطقم تكون متحركة ويجب أنه نطلعها كل يوم بالليل ونحطها بمي وملح، أو إلها تكون أدوية خاصة حتى تحافظ على نظافتها. ولازم بعد كل أكل لازم هاي الأطقم المتحركة تتنظف، لأنه يدخل ما بينها أكل وهذا أيضا يؤدي إلى بعض الأمراض في اللثة. شكرا لكم على حسن متابعتكم، ونراكم في الحلقات القادمة إن شاء الله.